السلام عليكم. بمناسبة زيارة وزير السكن والعمران والمدينة سيد محمد طارق بالعريبي إلى ملعب دويرة صباحة اليوم، اليوم نتعرض إلى يعني جزء نتاع الزيارة هذه اللي يتعلق بالأشغال الداخلية لملعب دويرة. إذن واللي لاحظ أنه الأشغال كلها انتهت، ما بقى غير الوضع نتاع العشب. مهم نخليكم تابعوا زيارة تاع الوزير الملعب هذايا، وأترككم في رعاية الله وحفظه، وصحة صيامكم وصحة فطوركم، والسلام عليكم.